الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ركن شرج ركن إيماني أو ركن بيخمبر را إيماني بكن. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. أم إنا دكين كي بيخمبر خدي أونا قولن قديمة إنسان إنسانك رب العالمين يرات مش كرنا. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. أم زلم بيخمبر خالق عالمي أم قري ونا تشتيك ونا هني أم وفر دار ناخن. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. أم إنا دكين كي رب العالمين أونا شاندنا. وأيدهم بالآيات. رب العالمين أونا آيات شاندنا. وأنهم أدوا الأمانة. وانا عملنا تقرب علمي مرة ده او جيش طندنا انسانا ونصح الامة اكمل نصح ونصح الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبيخمبرة الحمد لله جيشكي نصيحتي امتي اخرى كرنا بشريعتك ورهانينا او عملتا جيش طندنا انسانا يان سنجي يان اخريجي بيخمبري ما عليه الصلاة والسلام وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغي أبزانن كي بيخمبر رب العالمين ون رتشي شاندي وانا قشك بلغاتي مبركر تشتك سر خنا يشتن وجاهدوا بانواع بجميع انواع الجهاد والحمد لله وانا هانيه جهاد شكريه جهاد جي تي انواع جهاد تشهنا وان انواع جهاد كنا اول الانبياء ادم عليه الصلاه والسلام بيخمبر ياكي حضرتي ادم عليه الصلاه والسلام واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام بخمبر الرسول ياكي اواجه حضرتي نوحا خاتم الانبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بخمبر ان اخرجي او بخمبر ما عليه الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة او الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب والله وكافر كفرا اكبر كيجن انسان بي مراب بخمبر ما تركب بيجا اس بخمبرم يدا بيجا مش خلق علم بخمبرتي رسالة كانية او كذبه يعني وركه و كافره كفر مازن باب